السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه وتحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب هومبيك زمنهور وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. طبعا مشرفنا والله باشتراكاتكم وبمتابعتكم لينا، تحياتي للجميع. طبعا يا جماعه نتكلم عن المسابقه بتاعت امبارح تاني النهارده، ونتكلم ونقول مبروك طبعا للاخ اللي هو زابومر اللي هو كسب جوز العصافير. فاحنا المطلوب منه دلوقتي تحت الفيديو ده يكتب لنا رقم تليفونه، تمام، يكتب لنا رقم تليفونه طبعا علشان نتابع معاه ويستلم العصافير بتاعته، ونبدا نخش على المرحله الثانيه يا جماعه اللي هي جوزين حمام، منهم جوز حلس زي اللي في الكاميرا دلوقتي، ومنهم جوز عبسي طبعا زي اللي انتم شايفينه، تمام. طبعا يا جماعه دي المسابقه الثانيه، كده هنخش على المرحله الثالثه باذن الله اللي فيها الجرويه الصغيره، تكون الجرويه حتى لو خدنا في الموضوع ده اسبوع تكون الجرويه كبرت. طبعا يا جماعه المسابقه زي ما قلنا لكم حاجه سهله وبسيطه ومعروفه، بس ما تحاولش تتوه نفسك، يا ريت تسمع مني كويس عشان تعرف انت هتعمل ايه وتفضل متابع معانا. اول حاجه يا جماعه لازم اسمك يكون على القناه بتاعتك اللي انت بتشتغل عليها معانا، يكون اسم واضح، يا اما اسم بالعربي او الانجليزي يكون واضح، تمام. الحاجة التانية عشان تشارك معانا مطلوب من حضرتك ان انت تشارك 100 فيديو، 50 فيديو من على قناة تدريب كلاب البحيرة، و100 فيديو من على قناة تدريب كلاب هومبيك زمنهور، هتشاركهم على جروبات الفيسبوك. اقل اكتر حاجة تشاركها على الجروب الواحد، اقل طبعا ما تعديش الخمس فيديوهات ان انت تشاركهم على الجروب الواحد او اربع فيديوهات، تمام. يعني ما تروحش تشارك مثلا 10 فيديوهات او 20 فيديو على جروب واحد، طبعا ده مبدأ غلط للمسابقة، تمام. الحاجة التانية يا جماعة عشان نشارك لازم الحلقة اللي احنا هنشاركها على الجروب نكتب اسم الجروب في تعليق تحت الحلقة، ونكتب حرف الاف في اخر الكومنت، ولو انت اسمك انجليزي ما تنساش تكتب اسمك في التعليق ده طبعا عشان نفضل متابعين مع بعض. يلا يا جماعة نبدأ المسابقة التانية، وتحياتي ليكم وتحياتي لكل المشاركين معايا، والاخ زابومر ما ينساش يكتب لنا رقم تليفونه علشان يستلم العصافير بتاعته، ونشوف يا ترى مين اللي هيستلم. طبعا من حقك لو استلمت عصافير او استلمت حمام، ومن حقك تكمل معانا المسابقه الثالثه اللي هي بتاعت الكلب، وكمان لو انت لسه داخل معانا جديد برضو من حقك ان انت تشترك معانا وتتابع معانا. يلا يا جماعه نشوف مين اللي هيخلص الاول، زي الاخ اللي خلص موضوع العصافير الاول، تعالوا نشوف مين اللي هيخلص الاول ويتابع معانا ويكسب. طبعا كان التحدي جميل جدا امبارح، تعالوا نشوف التحدي بتاع النهارده هيبقى شكله ايه. تحياتي ليكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.